أهلا بكم أعزائي بالدليل الشامل SQL، وموضوعنا اليوم هو الدوال التجميعية. وماذا يعني ذلك؟ سنتحدث عن ذلك اليوم. هو سهل جدا بالرغم أنه يبدو صعب، لكنه سهل جدا، فتابعونا. طبعا أنا لن أتحدث عن الدليل، لأنك الآن أنت تعرف ما هذا الدليل الذي يعلمك كل SQL خطوة بخطوة. ونحن بالتمرين الرقم 305، هذا هو تمرين اليوم، وسنتحدث عن تفاصيل هذا التمرين. فإذا اليوم لدينا جدول جديد، فنحن علينا أن نقوم بإنشاء هذا الجدول بداية وندخل به بيانات. يفترض أنك أنت تعرف هذا الموضوع، فليس هو موضوع جديد بالنسبة لك، وبالتالي سيكون موضوع سهل. فإذا كالعادة كل الأكواد موجودة أمامك، الإجابات موجودة أمامك، لكن أنت حاول أن تفكر. فأول شيء نريد أن ننشئ جدول الطلبات. من أول المهام التي عليك أن تقوم بها أثناء تعلم أي شيء هو أن تفهم فعليا هذا الشيء بلغتك، أن تفهمه بتقريبك أنت، بطريقتك أنت. هذا مهم جدا، وهذا يزيد من الفهم لديك. فلدينا هذا الجدول، يمكنك أن تتعامل معه كصفوف وأعمدة وانتهينا، لكن يمكن أن تفهم فعلا هذا الجدول. فما الغاية من هذا الجدول؟ مثلا شخص لديه متجر واستقبل طلبات، مثلا والطلب الأول، مثلا هذا هو الطلب الأول الذي تم من خلاله بيع أو طلب المنتج الذي له هذا الرقم. والشخص الذي طلب هذا الشيء طلب 5 من هذا المنتج، يعني الكمية، يعني الكوانتيتي، طلب 5، والسعر الواحدة هو 10 دولار، والوقت الذي قام به بهذا الطلب هو في 1/7/2024. فنحن نفهم هكذا أكثر الموضوع. فإذا هذه البيانات، أن الشخص جاء اشترى شيء معين، قدم طلب معين، بهذا الطلب اشترى منتج معين بكمية معينة، كل منتج له سعر معين، وكان ذلك في تاريخ معين. سهل جدا، الآن أنا أفهم ماذا يعني. فبالتالي هذا هو الجدول. إذا أردت أن أنشئ هذا الجدول، فبالتالي علي أن أفكر بماذا؟ أفكر بداية باسم الجدول، فممكن أن نسميه جدول الطلبات أو جدول المبيعات. الطلبات يعني orders، المبيعات يعني sales، يمكن أن أفكر بهذا. بداية أفكر أن يجب أن يكون لدي معرف طلب، هنا معرف كل سجل في قاعدة بيانات في جداول قاعدة البيانات يجب أن يكون له معرف فريد. هذا أصبحت من المسلمات لديك. حتى لو أردت أن تضيف هنا عمود واحد أو نصف عمود، لا يوجد نصف عمود، لكن حتى لو أردت أن تضيف نصف عمود، دائما تذكر أن يجب أن يكون هنالك عمود في الجدول اسمه المعرف، أي يعني اسمه الاي دي. فإذا هذا هو الاي دي الذي يعرف كل طلب. ثم لدينا معرف المنتج. معرف المنتج، لاحظ، هو رقم انتجر، رقم صحيح، لا يمكن أن يكون مثلا معرف المنتج 1.5، لا، دائما هو 1 2 3، رقم صحيح. بالنسبة للكمية، أيضا الكمية هي رقم صحيح، لأن لا يمكن أن يأخذ مثلا، إذا أردنا أن نشتري مثلا حقيبة أو حقائب، فلا يمكن أن نشتري حقيبة ونصف، جيد، إما حقيبة أو 2 أو 3، فالعدد هو انتجر. وبالنسبة للسعر، هنا السعر يمكن أن يكون عدد صحيح بفواصل، فبالتالي يمكن أن نستخدم ديسيمال. وبالنسبة لتاريخ الطلب، فهو يمكن أن نستخدم له تكست عادي كما استخدمناه في وقت سابق، أو يمكن أن نستخدم نوع بيانات جديد اسمه ديت. فدعونا ننشئ هذا الجدول. فإذا بداية أنا هنا سأقوم بإضافة أمر إنشاء الجدول الذي هو create table، واسم التابل sales، هكذا أنا أريد أن أسميه، جيد. بداية لدينا معرف المبيعات أو معرف عملية البيع، أي يعني الطلب. فإذا sale ID الذي هو سيكون integer، وسيكون أيضا primary key. لماذا primary key؟ لأنه هو المعرف الأساسي لكل سجل، هذه المعلومة يجب أن تعرفوها. العمود الثاني سيكون يمثل product ID الذي اشتراه الشخص، والذي هو اتفقنا أنه سيكون integer، يعني رقم صحيح. العمود الثالث هو quantity، الكمية التي اشترى فيها هذا المنتج، وهي أيضا انتجر. لماذا رقم صحيح؟ لأن لا يمكن أن يشتري حقيبة ونصف، صحيح؟ فإذا هذا بخصوص الكوانتيتي. بخصوص البرايس،
البرايس، عفوا البرايس، السعر، سعر الواحدة، فسنضع له ديسيمال ديسيمال، ونحن نريد أن يكون الرقم الانتجار منه واحد وبالفاصل بعد الفاصلة اثنين، وبالتالي هذا يأخذ مثلا 99، يأخذ 78 مثلا. لكن في حالة أنا لاحظ إذا أنا كتبت واحد هكذا لن يأخذ مثلا 10 كذا، فكيف أجعله يأخذ 10؟ فمثلا يمكن أن أضع هنا 2، لكن هذا فقط سيدعم الأرقام 99 99 هكذا. لكن أنا هذا السعر يمكن أن يكون رقم كبير جدا، فبالتالي يمكن أن أسمح بعشر أرقام هنا، 10 أرقام، لأن هذا السعر فيمكن أن يكون فيه أكثر من رقم، صحيح؟ طيب هذا البرايس، وفي النهاية هو السيل ديت الذي سأجعل رقمه نوعه ديت، أي يعني نوع بيانات، هذا نوع بيانات موجود ب ماي سيكوال. فإذا هذا هو الأمر، لاحظوا أنا مكتوب هنا، كل شيء مكتوب هنا، وهنا يوجد الإنسيرت، فبالتالي يمكن أن تقوم بإدراج البيانات بنفسك بنفس طريقة الإنسيرت أنتم التي تعلمناها بوقت سابق، تحدد اسم الجدول، أسماء الأعمدة، وتدخل الفاليوز. طبعا أنا يمكن بكل بساطة أن أقوم بنسخ هذا ووضعه هنا وران. طبعا لا يوجد شيء، المهم أن لا يعطي خطأ. والآن يمكن أن أعرض الجدول بسيلكت أو فروم جدول سيلز، فإذا ران الآن سيظهر لي الجدول نفسه الموجود هنا. جيد، طيب هذا شيء رائع فعليا، هذا شيء جيد. لكن أحيانا مثلا نريد نحن ماذا، أن هذا شيء يعني فعلا مستخدم، فعلا مستخدم بكل شيء، بـ SQL وبتطبيقات وكل شيء، نريد عد السجلات التي لدينا، عدها يعني كم عددها هكذا يعني. فإذا أردت أن أعدها فيمكن أن تعدها بنفسك طبعا، تقول 1 2 3 إلى آخره، لكن ماذا لو كان لديك آلاف القيود؟ فهنالك طريقة بـ SQL تساعدك على ذلك. فبالتالي سنكتب select هنا، وبـ select هنا سنضيف شيء اسمه count. count هذا function، هذا دالة جديدة نتعلمها، count. count يعني عدد. ولاحظوا هنا سنكتب بين أقواس هكذا، وهذا تعني أن نقوم بعد كل شيء هنا موجود، جيد، فبالنسبة لكل الأعمدة، جيد. وهنا سنكتب from sales اسم الجدول، فإذا نحن نريد العدد، طبعا العدد 8 أم 9، إذن 8 هذا هو العدد. لكن لاحظوا عندما تأتي النتيجة هنا يكتب count بين أقواس ثم هذه النجمة بهذا الشكل. ماذا لو أردت مثلا أن يكون هنالك اسم لهذا، أن أعطيه اسم؟ يوجد شيء اسمه alias أو اسم مستعار. كلمة alias إذا دخلت بمجال التقنية ستسمعها، يعني ليست فقط بـ SQL، موجودة في كل المجالات. يعني alias يعني اسم مستعار، يعني ماذا؟ يعني اسم بديل، أيضا اسم مستعار، اسم بديل، اسم أنت تعطيه لشيء أنت بشكل مؤقت، وليس اسمه، لكن أنت تعطيه alias، مثلا تعطيه اسم آخر. فهذا alias عادة إذا أردنا إعطاء alias نبدأها بكلمة as. as يعني ك ك كمثل، يعني كمثل. فإذا هذا أنا سأريد أن أسميها مثلا، يمكن أن أسميها total، جيد، ورن. فإذا هنا النتيجة ستصبح لدينا total، هنا يمكن أن تسميها total sales مثلا، total sales run، لاحظوا سيظهر لي total sales. فهنا بعد الاز يمكن أن تسميها أي شيء، وفقط احفظ كلمة as. as يعني كشيء، يعني اسم مستعار، اسم بديل، يعني alias. فإذا هذه الكلمة باللغة الإنجليزية alias، هكذا، جيد. طيب الآن نحن فهمنا معنى count، قمنا بعد الطلبات التي لدينا، هذا شيء طبيعي أن نريد أن نعرف كم عدد الطلبات التي جاءتنا. يوجد أيضا مثلا نحن بمثلا لدينا هذا الجدول، نريد نعرف كم عدد الوحدات التي قمنا ببيعها. ماذا يعني الوحدات؟ يعني مثلا هنا مثلا من هذا المنتج قمنا ببيع 5 وحدات، 5 منه، هذا بعنا منه 3 منه، 2 7 2 كذا. فأنا أريد أن أعرف هذا كله، كم مقدار المبيعات، كم واحدة من كل المنتجات، كم بعت أنا فعليا. فهنالك طريقة لذلك اسمها sum. و sum ماذا تفعل؟ تقوم بجمع
قيم عمود ما، فعلي تزويد العمود. فإذا أردت معرفة السم الكمية التي بعتها، فيجب أن أكتب سم لكوانتيتي، وبالتالي هنا بدلا من كاونت هذا سأكتب سم، وفعليا أنا مش الذي أريد سم له هو الكوانتيتي، بس أكتب اسم العمود. جيد، أمسح هذه الكلمة، وهنا يمكن أن نكتب مثلا السميشن مثلا، أو نكتب مثلا total quantity، والآن سنكتب run. فالشيء الذي سيحدث سيقول لي 36، وهو مجموع هذه الأرقام كلها، هذه الموجودة هنا مجموعها. طبعا هذه total quantity نفس فكرة الالياس التي شرحتها as total quantity as. جيد، فإذا as ماذا أخرى ك وثم تعطي الاسم الالياس، الاسم المستعار، اسم التيل. طبعا انا اكرر حتى تدخل المعلومه في ذهنك، بالرغم ان يمكنك تكرار الفيديو، لكن اريد ان تتعلم معي، يعني تنهي الفيديو وانت تعرف كل شيء، لا داعي لاعاده الفيديو. فالان نحن فهمنا هذا الموضوع بالنسبه للكاونت، بالنسبه للسم. الموضوع الثاني هو الافريج، يعني مثلا نريد ان نعرف مثلا ما هو متوسط الاسعار لدينا بالنسبة للواحدة، ما هو متوسط الأسعار؟ يعني فلدينا هنا 30، لدينا 10، لدينا 20، لدينا 40، نريد أن نعرف ما هو المتوسط. فإذا أردنا أن نفهم متوسط رياضيا، فهو بكل بساطة هو مجموع كل القيم على عددها. لكن إذا كنت لا تعرف ماذا يعني متوسط، بكل بساطة مثلا إذا كان لدي صف ما وفيه طلاب، فالطلاب مثلا بعضهم عمره مثلا 5 سنوات، بعضهم عمره 7 سنوات، بعض عمره 6 سنوات، فأنا أريد أن أعرف أن مثلا ما متوسط العمر لدي، يعني ما المتوسط تقريبا حول أي قيمة يكون عمر الطلاب لدي، مثلا حول يعني 6 سنوات، أغلبهم تقريبا ب6 سنوات، أعلى أقل قليلا مثلا 7 سنوات هكذا. فكيف يتم حساب متوسط في هذه الحالة؟ أقوم بعد الطلاب الذي لدي مثلا 30 طالب، وأجمع أعمارهم، مثلا هذا عمره 7، 6، 5، أجمع هذا وأقسم الناتج على 30، فأحصل على متوسط الأعمار لدي. هل هذا صعب أم سهل؟ فهنا مثلا أنا أريد متوسط السعر، فكيف أعرف متوسط السعر؟ فبكل بساطة علي أن أقوم بالشيء التالي، هو أنني أقوم بجمع جيد كل هذه القيم التي لدي وأقسمها على عددها وهو 8. لكن بـ SQL هنالك function خاص للموضوع اسمه average، فأنا أستخدم average. لماذا أقوم بالعد والقسمة بهذا الشكل؟ فبالتالي إذا أردت أنا أن أحسب average السعر الذي لدي بالمتجر الخاص بي، فإذن average هنا أضع اسم العمود price، ويمكن أن أكتب average price مثلا، متوسط الأسعار لدي للواحدة هو run. فإذن لاحظوا الرقم، هنالك خطأ، فإذن لنرى ما هو الخطأ. طبعا أنا دخلت هنا أمر، أدخلت كاركتر باللغة العربية عن طريق الخطأ، هذا هو الخطأ. فنتأكد من الموضوع، نمسح ونعيد الكتابة إذا حدث مثل هذا. فإذا لاحظوا متوسط السعر لدي 21، وبالنظر يمكن أن تعرف أنه 21. لاحظوا أغلب الأسعار تقريبا 20، فإذا لدينا مثلا 22 و 32، جيد، و 12 و 41، فبالتالي يعني بالمنطق أن يكون هذا هو الأفريج، جيد، حول 20، هذا متوسط السعر لدي. وهذا الشيء أنا فعلا يمكن أن يسألني شخص مثلا يقول لي ما متوسط الأسعار لديك؟ أقول متوسط السعر 20. لماذا؟ طبعا السعر بالنسبة للأشياء التي تم بيعها وليس للمتجر ككل، لاحظوا. وربما تسأل تقول لماذا هذا مهم؟ هذا مهم لأنك يجب أن تفهم، يجب أن تفهم الشيء التطبيقي وليس الشيء النظري. فالآن انتهينا من sum، انتهينا من average، الآن لهذا الموضوع. فربما شخص آخر يسألني يقول لي ما أقل واحدة من المنتجات كنت ببيعها، ما أقل واحدة؟ فأنا أقول ما أقل واحدة من حيث السعر، يعني ما أقل سعر لواحدة قمت ببيعها. فيمكن أن أقول له هكذا من price، وهنا أكتب minimum price مثلا الذي بعته. فإذن لنرى هل تستطيع الإجابة بدون أن تعرف النتيجة هنا؟ 10، أكيد 10، لأن أقل سعر هنا موجود بالجدول لدينا هو 10. طيب إذا سألني مثلا ما هي الأكبر سعر قمت يعني سعر لواحدة قمت ببيعها، فأنا سأستخدم ماكس،
جيد وأكتب هنا as max price و run. هل يمكنك بدون أن ترى الجواب هل يمكنك معرفة الماكس ما هو؟ بالتأكيد 40 لأن هذا هو 40 بالنظر، يعني بالنظر هنا يمكنك أن ترى وفعلا لديك هذا الأمر. طيب إذا كان بالنظر ما فاءت الأمر لأن فعليا على أرض الواقع هذا الجدوى سيكون فيه آلاف السجلات، فأنت لن تنظر لآلاف السجلات فتعطي هذه الفكرة لهذا الموضوع. مهم جدا أن تفهم الأمر كشيء محكي بلغتك وليس تفهمه أنه موضوع تقني وموضوع جاف وموضوع ليس له معنى، لا هذا له معنى. والكلمة لهذا المعنى شخص يسألني يقول لي ما أعلى سعر لواحدة قمت ببيعها، لواحدة من منتج قمت ببيعها. المينيموم سيسألني ما سعر أقل، ما أقل سعر لواحدة قمت ببيعها، ما هو متوسط السعر لديك بالأشياء التي قمت ببيعها. جيد، ما مقدار كل مثلا ربما يسألني ما مقدار سعر كل شيء قمت ببيعه، يعني أريد أن يعرف ما مقدار سعر كل هذا قمت ببيعه بالنسبة للواحدة، هذا سعر الواحدة. فبالتالي يمكن أن أقول له sum price وهنا أكتب all أو total و run. لاحظوا سيعطيني خطأ، ما الخطأ؟ فإذن طبعا لأن all كلمة محجوزة فإذن all price مثلا، فإذن run لاحظوا 170، 170 للواحدة قام بجمع هذا كله. فكل شيء له معنى، لا يوجد شيء بدون معنى، فدائما حاول أن تقارب الشيء للغتك لمفهومك حتى تستطيع أن تنجز أكثر وتفهم، يعني عندما تفهم الموضوع تستطيع أن تعطي به أكثر. جيد، فإذن هذا كله لهذا التمرين، أتمنى أنكم استفدتم. بقي لدينا تمرين واحد إن شاء الله سأكتبه الأسبوع القادم عن group by وثم ننتهي أعتقد من الأساسيات ونبدأ شيء جديد. إذن شكرا للمتابعة ونلتقي لاحقا، مع السلامة.